عبر الهاتف معي رئيسة حزب العدل والبيان الأستاذة نعيمة صالحي. مساءك سعيد. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية نريد أن نعرف أول تعليق لك حول نتائج هذه الانتخابات وبعد فوزكم بمقعد واحد بولاية ممرداس ومفروض هو مقعد نعيمة صالحي. نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن أشكر أهل بومرداس الذين وضعوا فينا ثقتهم، ونشكر كل من ساهم في هذا النجاح من مؤطرين ومترشحين ومترشحات. الحقيقة أنه بذلنا جهدا، لكن بعيد عن الأموال الطائلة، حددنا مبلغ معين قدر يعني طاقتنا كحزب، لكن مع ذلك، لكن لولا يعني سمعة الحزب وسمعة رئيس الحزب والمترشحين في القائمة، ما كانش بالإمكان أن نحن نحصل على مقعد أو مقعدين. ولهذا نحن نقول فوق هذا نحن مترشحون إلا في 4 ولايات. يعني لما نحن نقارن نفوسنا بأحزاب أخرى قديمة ولها هياكل ولها وترشحت في كثير من الولايات وحصلت على مقاعد قليلة، فهذا المقعد 1 على 4 يعتبر معدل محترم ولا بأس به، خصوصا ونحن نؤكد على أن هذا المقعد جاء بطرق شرعية وقانونية لا تشوبه شائبة. هل أنت راضية على نتائج الانتخابات عموما؟ من ناحية المشاركة أنا لست راضية، لأن اللي هي بالنسبة لي تعود أعيب عليها شعب، يعني لأنه حاولنا أن نقنع الشعب بكل الطرق بأن المقاطعة ليست في صالحه وليس في صالح الساحة السياسية والمنظومة السياسية. حاولنا أن نقنعه بكل الطرق، كل ما قلناه يأتي فيديو من شاب غير مسؤول يقول أي كلام يأخذون به ولا يأخذون ما يقوله الزعماء ورؤساء الأحزاب والمسؤولين. إذن أنا نشوف باللي الشعب نتاعنا لازم يتوعى أكثر من هيك باش نكونوا صرحاء مع بعضنا البعض. إذن المقاطعة هي التي أدت إلى هذه النسبة الضئيلة. إحنا لما رحنا إلى المكاتب وزرناها وتجولنا فيها ولقينا صراحة فراغ كبير. إحنا كحزب العدل كنا كنقطة أخرى مهمة، سمحوا لي نقولها لكم. الشعب اللي يقول باللي البرلمان تشكارة، أنا نقول للشعب إحنا باش يعني يحطوا لك أفيشاج على حائط لازم تسلك. تسلك العفيش قد حق العفيش قد باش تلصقها. إذن هذا الإنسان الفقير كيفاش يقدر يطلع للبرلمان؟ إحنا الآن مثلا لو ما حطيناش 500 مليون يعني 5 مليون دينار جزائري هو أدنى سعر ممكن تقدر دير به حملة، ما تقدرش دير حملة. ما نهضرلكش على الناس اللي لقيناهم يبيعوا يشريوا في الأصوات وبالأظرفة، يعني المال في الأظرفة يعطيه المال ويقول له روح جيب لي الأوراق تاع المترشحين الآخرين. نعم. وحط تاعي. إذا كاين خلل هنا، لابد من إعادة النظر ولا بد ان نروض شعبنا باش نحيه ونقضيه على قضيه شكاره وقضيه تزوير وقضيه كذا وكذا لازم. اما بالنسبه للولايات الاخرى اللي تخص حزب العدل والبيان، انا اتصلوا بيا المترشحين قال لك ما بالنسبه لام البواقي رغم الشعبيه اللي عنده قال لك ما حصلش تزوير، هو يقول هكذا وانما قال ان يعني ما قمت به من حمله وما الى ذلك كان منافسين اخرين قنعوا ناس بهم هما فحصل على 6000 وكذا، المهم خصوا حوالي 80 في هذا النطاق او 60 صوت. في هذا النطاق سيده نعيمه، لما كنا نشوفوك في الحملات الانتخابيه وفي تجمعاتك كان عندك تجمعات لا باس بها من ناحيه الحضور الجماهيري، ولكن النتيجه لا تعكس الحضور الجماهيري الذي كان في التجمعات. هل نعيمه صالحي لم تكن متوقعه لهذه النتيجه؟ لا، أنا كنت طامعة في أكثر، يعني صراحة حسب خرجاتي وحسب يعني إقبال واستقبال الشعب لينا ولقيت إقبال وحب كبير، لكن كاين ما تعرفش من بعد وين الخلل بالنسبة يعني لكل التجمعات الناجحة جدا جدا يعني، وإحنا كنا نتفوق على أحزاب كثيرة
ولكن ما تعرفش علاش من بعد تسقط، يعني ينقص او الحصيله تجي ضعيفه او ناقصه. احنا انا شخصيا كنت نقول على الاقل على الاقل نديو مقعدين على الاقل. لا كنت حاسبه لا يعني على المعدل ندي 3 مقاعد في بومرداد، حسب واش شفته وحسب واش درت في الحمله، ولكن لا باس معليش. طيب احنا الان نبداو خطوه خطوه وباذن الله نروحوا الى باش ما نبقاوش نرفقوا في اذهان الشعب اللي كاين تزوير وباللي كاين كذا، ومن بعد كي نقولوا هكا الشعب ما يروحش يفوتي مره اخرى. هذه العقليه هي اللي تزيد تهرب الشعب. احنا نحبوا نقولوا الان باللي لازم نربيو المواطن على ضروره الذهاب الى الصناديق. ان هنا بالنسبه للسلطه، السلطه وزاره الداخليه ما غلقت الابواب تاع المراكز، ما غلقت فاتحه الابواب امام الجميع، حتى بالنسبه للفرز حطته بيبليك، حتى البيبليك يقدر يدخل نورمالمون. مي البيبليك اصلا ما كانش. البيبليك باش يحضر، يعني الشعب باش يحضر، الجمهور باش يحضر في الفرز ما كانش، لان المراكز كانت فارغه. مش فارغه لانهم طردوهم، وانما هم مش موجودين. ممتاز. كاين عذر طيب. كبير. طيب سيده نعيمه، انت الان مفروض انت في البرلمان الان الجديد ان شاء الله. لأول مرة تكونين في البرلمان، ماذا تأملين في أن تقدمي للجزائريين، وماذا تعيدين للجزائريين، وهل سنرى في أي اتجاه ستكونين؟ هل ستكونين في اتجاه المعارضة؟ هل سنرى نعيمة تتحالف مع بشخصها بمقعدها مع ربما تحالفات أخرى أو مجموعات أخرى في البرلمان؟ أول شيء أنا راح نقوم به ونبدأ من الغد إن شاء الله، قبل ما نروح للتنصيب راح نرجع إلى كل الناس اللي درت عليهم في الحملة الانتخابية باش نشكرهم، وباش نوعد نقول لهم باللي الوعد واش وعدتكم راني نوفي به إن شاء الله، وباللي رايحين نديروا من ولاية بومرداس نموذجية، ولاية نموذجية، ورايحة إن شاء الله نأكد على اختيار مقر مهم جدا في ولايه وسط ولايه بومرداس باش نفتحوا المداومه نتاعنا لمده 5 سنوات كما قلت، وفي اهم الدوائر. هذه النقطه الاولى اللي راح نديروها. ثاني شيء اكيد انا راح نتعامل مع كل الزملاء اللي في البرلمان سواء من الموالات ولا من المعارضين، راح نشوفوا مصلحه البلاد، وين نشوف المصلحه راح نتعاون، وين نشوف حاجة تضرب البلاد خاصة في الظروف الخطيرة هذه راح نرفضها، وين نشوف مصلحة الشعب في خطر نرفضها، وين راح نشوف مصلحة الشعب لازم نهضروا عليها نكون حاضرة بربي إن شاء الله. هذا هو اللي نقدر نقول لك جملة فيما يخص. نعم. ونزيد نقول لك الآخر اسمحت لي. تفضلي. أنه ما هيش يعني هي والله هي مهمة، ومهمة صعبة، وهي أمانة، والأمانة هذه ما هيش تكليف، هي ماهيش تشريف، هي تكليف. ربما الناس من الصباح من البارح وما يباركولي، يعني من خرجت النتائج وهما بداوا يباركولي، بصح هما مش عارفين بداخلي أني أنا الآن راني عليا عبء كبير، لأني وعدت ناس وعدت ناس وعدت الشعب الجزائري، وما رايحاش نخدم غير على مستوى بومرداس، لأن النائب البرلماني هو وطني، وبالتالي راح نمس كل الجزائر. جميل جميل، شكرا لك نعيمة صالحي، كنت معنا مباشرة في هذه التغطية المباشرة.